بس يا مامي. ليه بس ايه؟ انت اتجننتي في مخك ولا ايه؟ ايه درس اللي الساعه 12 اللي عايزه تروحيه؟ ما هي حفله كليه الاداب بقى. لو سمحتي خليكي في حالك. نفسي اخليني في حالي بس مش عارفه، كل ما اجي اركز في الكراسات المقرفه دي عشان اخلصها الاقي حد بينط لي في الحته اللي انا قاعده فيها، بتشتت مش عارفه اركز. يسلي ايه مش عارفه اركز؟ ما تروحي تركزي يا اختي في اوضتك. ما تروحوا انتوا تقعدوا في اوضتكم، اتهدوا بقى في اوضتكم. انا كل طلبه من ربنا مش كتير، 3 ساعات بس، حفله من 6 ل 9 وبعدين روحوا انتوا الحقوا حفله 12. بمناسبه حفلات السينما انا نفسي اخرج جدا. عادي بقى زمانه جاي اهو، هو مش هيخرجنا مش النهارده الخميس برضو ولا ايه؟ انا مستنيه اليوم ده بفارغ الصبر لما نشوف بقى البي حجته ايه النهارده. مفيش حجج، لا هنخرج يعني هنخرج. اتفضلي يا هاني. لو سمحت انا ما بحبش حد يكلمني بالاسلوب ده. يا سلام، انت هتشترطي كمان يا هانم ولا ايه؟ وبعدين بعد كده قولي كلام له معنى. لو سمحت انا ارفض. انت خلاص لو سمحت ايه؟ ما انت رفضت يا هانم، يعني ايه بعد كده تقولي لي لو سمحت؟ احترمي نفسك. بنت يا نجلاء اطفي التلفزيون، اطفي التلفزيون خلينا نسمع. هو اللب فين يا مامي؟ في المطبخ، واتي معاكي الفشار والفول السوداني. طيب بس خليهم مش كتر لحد ما ماما ماما تعالى احسن يفوتك كتير. تعالى مالكو مالكو في ايه؟ ما بتستعدوا بالله يا اولاد. لا ايه بنتك عملت ايه في ابني؟ ايه ايه واحنا لسه عرفنا عملت ايه في ابني؟ مش يمكن هو اللي يكون مزعلها؟ هي بنتك محتاجه حد يزعلها، ده طول النهار بوزها شبرين مخليه البيت غم. لا يا ماما لا ما تقوليش كده على بنتي، انتوا اللي بتستفزوها وبتطلعوا المود السلبي بتاعها. هو ايه اللي حصل؟ هو بنتابع الاحداث. هم بادئين بقالهم كتير. تحب احكي لهم عملت ايه يا بيه؟ تحب اقول لهم على اخلاقك المنحرفه؟ انا اخلاقي المنحرفه ولا انت افكارك هي المنحرفه؟ طب اشهدوا بقى ما بيننا. من هنا بقى بدات الاحداث تسخن وتصعد. النهارده على غير عادتي حبيت انزل اعمل شوبينج، فقلت اعدي على الاستاذ عادل في البازار، ويا ريتني ما كنت عديت. طيب هاي يا عدولة يا حياتي. رانيا ازيك؟ اخبارك انت؟ ايه اللي جاب يعني جيتي ليه في يعني وقت؟ هتشربي ايه ولا هتروحي ولا ايه؟ في مالك مرتبك كده ليه؟ لا ده مرتبك؟ لا انا ده شكل واحد مرتبك. لا انا مش مرتبك، ده مرتبك خالص. لا 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 خالص. طب ما تيجي نروح نشرب حاجه مثلا ولا نخرج مثلا وارجع انا وانت تتوهي ولا ايه؟ ده يعني قصدي تروحي تركبي مراجيح اديك فلوس، تروحي مول مثلا تشتري مراجيح ولا ايه؟ يا عادل في ايه يا عادل؟ انت كده بتثير ثوره الشك بداخلي. انا حاسه كده والعياذ بالله ان انت مش عايز نقعد معاك في المكان ولا في ايه بالظبط؟ لا 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 انا مش عايزك تقعدي في المكان، ما انت دخلتي جوه المكان اهو وقعدتي وكل حاجه يعني. يا رانيا تعالي تعالي، مش هو يا رانيا ممكن يكون موعد واحده ست ينون في البازار ومش قايل لها ان هو متجوزك؟ ولا انت عرفت الكلام ده منين؟ انت ابوك كان بيعمل كده مع عمك ولا ايه؟ يوه كتير يا دولا، بس في فتره عرفوانه لما كان معاه فلوس ما كانش بيهمه زي حالاتك كده يا دولا. في ايه يا عادل؟ ده يعني ايه؟ لا ما بداريش حاجه، ده هو الواد ده اصله واد غبي، يعني عنده انفصام ما بين شخصيته وما بين مخه، الاثنين مش متعرفين على بعض، يعني مفيش حاجه. أهلاً. إيه ده؟ هو أنا جيت في وقت غير مناسب ولا إيه؟ لا والله ده حضرتك تنوري في أي وقت. اتفضلي اتفضلي، أهلاً وسهلاً. عادل اتفضلي، أنستينا ونورتينا وشرفتينا وزودتينا ونعمتينا. عادل على فكرة أنا حاسة إن أنا ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة. طبعا انت ولا حاجه جنبها. رمزي ادولا عايزك تقفل باب البازار وتنور اللمبه الحمراء. ما عندناش لمبه حمراء ادولا. خلي الاشارجي ينور الاشاره الحمراء عشان ما حدش يعدي ويجرح مشاعرنا يعني. كده على حياه عيني. رمزي ادولا وصل الهانم للباب. يا دول انا نفسي اتفرج بقى. يا دم انا هحكي لك اللي هيفوتك ياض. يا عم بص هي زي ما جت لوحدها تمشي لوحدها يا عم. سمعتي الاستاذ رمزي بيقول ايه؟ ليه؟ عايزني امشي ليه؟ هتعملوا ايه؟ غلبانه قوي قوي الوت دي والله العظيم. ما
تعرفي ان كلهم بيحصل الحاجات دي. شفتم الطعم الجديد بتاعي؟ لا انا مش مصدقه عيني. انا طعمي هي دي بقى الحريم الاصلي. انا بنهار. ايوه غلطان. يا سلام، انا اقعد اقول بنهار 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 واغني وبتاع. اولا انا شاعر يا ماما، الكلام ده مش موزون، وواضح بقى ان خيالك هو اللي مريض ومصور لك الحكايه دي. انا اللي مريضه ولا انت اللي عينيك زيغه؟ انا عينيا زيغه؟ انا عمري يا ماما ما بصيت لاي حد بره خالص يعني. وبعدين انا ما اعملش كده في مكان اكل عيشي. يا سلام، يعني معنى كده ان انت هتعمله بره مكان اكل عيشك؟ ما تلغوشيش على كلامه واحترمي نفسك. بقولك ايه، ما تستعبطش عشان تداري على غلطتك. غلطتي؟ انا ما غلطتش في اي حاجه يا اخوانا. انا غلطت نجلة. تفتكري خانة ولا ما خانهاش؟ بس لو كنت شفت الخناقة دي قبل كده ما تحرقهاليش. اسمي اتفرج عليها بتشوق. انا بقى يا اخوانا هحكي لكم على كل حاجة وبالتفصيل وانتوا اللي تحكموا. عارف يا رمزي، انا نفسي اشوف مين دلوقتي. ابوك الله يرحمه. انت هتموت الراجل يا عم وهو عايش، ليه كده يا رمزي؟ ايه دول؟ طب ما الرحمه بتجوز على المتوفي والميت يا عم. الله يرحمه ابوك، يا ريته جاب حمار على الاقل كان هيتركب ونستفيد منه. طب ما انا بشيل حاجات تقيل. نفسي اشوف رانيا. عارف ليه؟ علشان تهرش لك في ظهرك. بس يلا بقى، بس بقى. لا، نفسي اشوفها واقعد اطول فتره معاها. عارف يا رمزي، انا كان نفسي ان انا ابقى غني عشان استغنى عن الشغل وافضل طول الوقت عايش انا ورانيا. ابص في عينيها تبص في عينيا، امسك ايديها تمسك ايديا، ارقص معاها ترقص معايا. طب ما تتجوزها يا دول. ولا ابعد عني، ابعد ابعد ابعد. انا حاسس ان نص وش الشمال اللي من ناحيتك ده ابتدى ينمل. ليه كده يا ابني؟ بتفوقني من احلى حلم يقظ انا عايش فيه. ايه دولة بقى، انا مش بدلك يا عم وبريحك. انت مش بتدلني، انت بتذلني. لكن اللي يريحني فعلا اني فجاه الاقيها قدامي داخله عليا بتهفهف كده زي النسمه المهفهفه ساعه عصاري. دنيا شمس تلاقي شجره. هاي عادل. ايه ده، انت رانيا بحقي وحقيقي ولا ده جرافيك؟ لا يا بيبي، انا رانيا. رانيا؟ يا تخيلي، لسه كنت انا والغبي ده في سيرتك حالا. ميرسي يا دولا. ميرسي على ايه؟ ميرسي على ايه؟ تحبي تشربي ايه؟ اجيب لك كوكتيل؟ ابعت الجزمه ده يشتري لك كوكتيل مثلا، ولا اي حاجه ساقعه، ولا اي حاجه سخنه، زي ما تحبي. هو في ايه يا عادل؟ انا ليه حاسه ان انت مرتبك شويه؟ لا يا رانيا مش مرتبك، هو لما بيبقى جعان بيبقى كده. حبيبتي مرتبك ليه يعني؟ مفيش اي حاجه. ما تيجي بينا نمشي بسرعه قبل ما يجي اي زبون يدخل لنا البازار. عادل، انا عندي احساس قوي ان انت بتحاول تخبي عني حاجه. حبيبتي انا اخبي عليك انتي اي حاجه؟ معقوله؟ دولا، ما تنساش الزبونه اللي كلمتنا امبارح بخصوص البضاعه جايه دلوقتي. مش مهم الزبونه ومش مهم البضاعه، المهم الحب. انا عايز اعرف انت ليه بتحاول تخليني امشي من المكان ده يا حبيبتي؟ عشان انا وانتي نستغل الوقت ده ونقعد في مكان هادي عند سفح الجبل على ضي القمر. لا يا دولا، لا بص، بقولك ايه، الزبونه دي اللي جايه معاها رزق يا عم، والرزق دون ممكن انت تاخده وتروح تسهر بيه في حته اشك شويه من سفح الجبل ده بدل ما تتمسكوا. نتمسك ايه يا غبي؟ ده انا معايا مراتي وانا معايا ولا 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 ما تبوظ اي احلام بتحصل لي. بعد اذنك اتكل على الله. رانيا حبيبتي يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. اهلا اهلا وسهلا مدام انشراح، اتفضلي. نورت يا مدام انشراح حضرتك. يعني دي هديه بسيطه، ولاعه على شكل توت توت. شكرا. انا ما بستخدمش ولاعات في توليع البوتاجاز، انا بحب استخدم الكبريت بعد الاشعال الذاتي ما باظ. مين البوتاجاز دي يا عادل؟ زي ما سمعت يا حبيبتي، دي مدام انشراح اللي حظها وحش مع البوتاجازات. يا سلام، طب
طب ما اجيب مايكروويف او حتى يعني توستر. ايه الاستهبال ده؟ رانيا يا حبيبتي معلش انا اسف بس دي زبونه يعني. نعم يعني زبونه دي اهم مني؟ مدام انشراح تحبي اروح اجيب لك شندوتش كشري؟ شكلك كده هفتانه. شكرا انا ما باكلش برا البيت. رمزي روح هات لها حاجه ساعه. الله 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 ايه الاهتمام ده كله؟ حبيبتي ما انا عرضت عليك ان احنا نروح نشرب حاجه ساقعه بره انت ما رضيتيش. بس انت ما لحقتش. لعلمك بقى انا جوايا بيقول ان انت عايز تسربني من المكان ده عشان تاخد راحتك مع الصيعه الضيعه الفلتانه بتاعتك دي. مدام ما يصحش اللي حضرتك بتقوليه ده. يعني ايه ما يصحش؟ يصح تقول اللي هي عايزاه. هي المدام صاحبه المحل؟ لا بس دي حبيبتي. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه يا خاين يا غشاش يا متهور؟ انا ماشيه. رانيا ما تسيبنيش لوحدي. انا ماشيه. رانيا طب رمزي وصلها بسرعه. وكمان بتطردني وبتسرب الجزمه ده عشان يخلالك الجو مع الهانم؟ لا دي اهانه وانا ما اقبلهاش. وبعدين يعني ايه سرب البتاع ده عشان يخلاله الجو؟ امال مين اللي هيشيل البضاعه؟ لا بقى دي اهانه بقى ما اسمح لهاش. انا كمان بقول لك يا دوله انا ما ينفعش اعمل حاجتين في نفس الوقت يا عم. ما انا يشيل البضاعه يوصل رانيا وانت فاكرني ايه هرقله؟ انا ماشيه. رانيا ما تسيبنيش يا رانيا. ايه اللي بيحصل ده؟ انا بنهار انا بنهار 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 بنهار. احكموا انتوا بقى هو ده اللي حصل ولا لا؟ يا سلام دي رقصاتك المريضة لكن مش الحقيقة المفعمة. مفعمة ايه ورقصاتي المريضة ايه؟ انتوا اي كلام بتقوليه وخلاص ولا ايه؟ هو ده اللي حصل يا هانم. ايوة كده الموضوع بقى فيه سسبنس. تفتكي البطل هيموت؟ بطل ايه؟ وايوة ماما الناس دول قاطعين تذاكر ولا بتفرجوا ببلاش ولا ايه؟ يا سلام هو انتوا بتتفرجوا على تلفزيون؟ يا ماما بنوفر كهربا. انا كل ما بشوف عادل ورانيا بحس ان مستوى المسلسلات بقى وحش جدا. يا جماعه مش معقول الموضوع ده. اكيد تافه واكيد كمان في سوء تفاهم. ايه ده؟ استنوا بس نشوف مين اللي جاي. دوله حبيبي اهو رمز تعالى. السلام عليكم. اهو رمز اهو حضر معانا الحكايه وهو بقى اللي هيحكي لكم على اللي حصل بالتفصيل. كويس قوي ان البهجه صحيح. انا عارفه ومتاكده انه شريك معاك في الجريمه لكن انا عارفه برضو انه هو مش ممكن يكذب لانه اصلا عنده قصور ذهني. ميرسي يا رانيا. ميرسي. هي بتشكر فيك. اقول لهم بقى يلا رمزي مش انت كنت موجود ساعه المشكله اللي حصلت؟ طبعا يا دوله بشحمي ولحمي. اه حبيبي اتفضل احكي. يلا يلا احكي اذا كنت اصلا هتعرف تنطق. لا 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 ده انا حدوته يا جماعه. بصوا بقى يا جماعه انا كنت قاعد في البازار لا بيا ولا عليا لقيت والعياذ بالله حاجة غريبة بتحصل. مش هتكلم معاك أصلا. خلي الكبير هو اللي يرد عليك بقى. بص يا كبير. يا معلم رمزي. فيها فتلة فيها حتة فيها يا جماعة. دلوقتي في مشكلة بيني وبين الواد ده وأنت لازم تحلها لنا لا مؤاخذة. إيه يا جماعة؟ أنتوا كل يوم مشاكل يا جماعة. في إيه؟ أنتوا كل وبعدين تقوموا جايبين لي علشان أنا بقى أصطفلكم المشكلة دي. معلش يا معلم رمزي. معلش يا أبو قلب كبير. قول يا سيدي. بص بقى يا معلم دلوقتي انا والواد ده متفقين اتفاق ان احنا انا كل يوم اجيب له طبق كشري سوبر سوفليكس لوز على ورد من عند معلمي وهو يجيب لي 3 كوبايات شاي من عند معلمه. انتوا رجعتوا بقى كده للعصر القديم اللي هو التبادل بالمعايده. قفلت المحل والشارع بقى فاضي من غيرها دلوقتي. ضحكتني والله يا دي. يا غبي منك ليه يا غبي؟ المعايده دي يعني تدي له الحاجه ويقوم هو رددها لك تاني وتقول له هاتها هقعد اشرع في 2 ما بيفهموش اصلا. المشكله يا معلم ان انا جبت له طبق الكشري وهو قال ايه جاي يتمشكح لي ويتبغدد لي وجايب لي كوبايتين شاي. مشكح لك ايه يالا بتاع الف ليله وليله؟ الشاي غلى يا عم رمزي. الشاي غلى دلوقتي. جبنا شاي جديد اكسترا الكوبايتين بتمن 3. اعمل انا ايه دلوقتي بقى؟ ايه يا فتله في ايه يا عم؟ لا وانت بتدفع حاجه من جيبك ما كله على قفا المعلم بتاعك يا ابني. طب والحل بقى يا ابو قلب كبير؟ انا هحلها لكم يا سيدي. مش عايزكم تقعدوا تتشكلوا تاني علشان انا فاضي وما عنديش شغل بقى. خد ادي تمثالين. ده تمثال ب20 جنيه. خده يا عم هون. وده تمثال ب20 جنيه. خده وبيعوه وهات لي بقى كوبايه شاي وطبق كشري حلو كده خلاص واضربوا الباقي في جيبكم. لا رمز انا مش عاوز التمثال ده. عايز ايه؟ انا عايز طبله. بس كده جيت في جمل. خد يا سيدي الطبله اهو وخد التمثال دي كمان. خد انت كده عايز تحلق بقى يا معلم. فهمتني يا ولا؟ يلا صباح الفل يا عم الكل. صباح الفل يا حته. مش عايز مشاكل بعد كده خلاص. اتفضل. يا معلم يلا اتفضل كل شويه هنقعد ندردش الراجل معانا. اتفضل يا عم الف ليله وليله. السحلب وكشري والف حمد وشكر ليك يا رب.
المشكلة اتحلت على ايدي وكأن شيئا لم يكن. ايه ده يا نجلاء، انت قلبتش ولا ايه؟ لا ريموت مش معايا. لا ده ريموتو معايا انا. انت ايه اللي جواك يا؟ انا مفيش جوايا من ناحيتك اي حاجة يا دولة. ولا من ناحية نفسك يا ابني. انت عمرك يا رمزي قابلت حد اغبى منك؟ يوه كتير يا دولة، ده انا كل اللي حواليا اغبية، ناقصهم ديل ويبقوا جمال. على اساس ان الجمال بيمشي بديل يعني؟ اه. ولا دول يالا بيضحكوا عليك يا اهبل؟ يا دولة ما بيضحكوش عليا يا عم، ما انا قايل لك يا عم انا خدت كوباية شاي وطبق كشري قد كده هو. يا دولة ياد بيسرقوك يا بيسرقوك يا عم. هتقولي بيسرقوك يا دولة يا عم، ما تقلقش، ده زي كان انا بشتري منهم التماثيل دي تاني يا عم من الفلوس اللي انت بتسيبها لي في البازار وبسعر اغلى. يا دولة شو اللي بيسرقوك ده؟ انت نبغى يالا. انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، علاقه المشكله اللي انت بتتكلم فيها دي بالمشكله اللي بيني وبين عادل ايه؟ ده هو في بينكم مشكله كفاله الشر ولا ايه؟ يا سلام. اه تخيل. ايه ده؟ لا يا جماعه، ده انتوا لازم تقولي بقى البزاره ظبطكم باحلى تمثالين يا جماعه. اه بس على شرط بقى تشتريهم مننا اغلى ما هتديهم لنا. ها ده اساس يا دول طبعا، ولا انت علشان ابن عمي هتضحك عليا يعني؟ رمزي. نعم يا دول. بره. ايه تقول يا دول؟ بره. ايه ده؟ ايه ده؟ بره. لا ده بره. إيه ده؟ بره. بره. مش عايز اشوف خلقتك. لا يا دول. انا عايز اعرف دلوقتي بقى الحقيقه هتبان ازاي. حقيقه ايه يا بنتي؟ يا ابني خد مراتك وخش جوه كملوا كلامكم وما تحكمش حد بينكم. يا خساره، هيسيبوا النهايه الخيال المتفرج. لا بقى، انا ما بحبش النهايات المفتوحه. عادل رانيا بقول لكم ايه، انت تاخد مراتك وتروحوا حته فيري رومانتك وتتصفوا بقى هناك وتصالحوا بعض. والله ده شيطان شيطان. لو انا اخدها ونروح نقعد في حته، لا دي حاجه تغم. بص يا كابتن الزم حدودك، انا بقول لك اهو، انا اصلا مش عايزه اتكلم معاك، انا داخله اوضتي بكرامتي. اوعى. عادل عادل روح صالحها، مراتك وبتحبك وبتغير عليك. يلا يا ماما، ما انت مش شايفه بتروح تعمل معايا ازاي؟ يلا يا ماما بصي حضرتك، يلا يعني يا عادل. حاضر. يلا يا حاضر. حبيبي يلا يلا يلا. خلاص كله تمام، اقتنعوا وهيسيبونا بقى نخرج لوحدينا. يا سلام، ده مامي نفسها قالت لنا اخرجوا، بس تفتكر دخلت على الباقين؟ يا ماما دي دخلت وخرجت وقطعت الشبكه كمان. انا سعيده قوي يا عادل. وانا سعيد جدا، بس اللي ملخص حياتي الواد اللي اسمه رمزي ده، انا بفكر ابلغ عليه. لا 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 تسيبه يعيش بشكل تعسفي. هو صراحه يعني شتت الاذهان، صراحه كانت الضربه القاضيه. انت عارف انا متاكده دلوقتي ان هم هيدخلوا يناموا بعد كل اللي قالوا ده. بس النوم بتاعهم هيبقى نوم متقلب. تحب نروح فين؟ ابقى يعني بفكر ان احنا نروح يعني سفح الجبل. سفح الجبل جميل. ايه رايك نروح كافيتيريا اللي احنا بنقعد فيها؟ اكيد هم ما يعرفوهاش. اوكي. ايه رايك؟ يجنن يجنن يا عادل يجنن. انت عارف احلى حاجه في المكان ده ايه؟ انه يتميز بطراز اسباني رفيع. ما تكرهنيش في المكان بقى، مش كل شويه تقعد تقول حاجه كده. ايه يا جرسون؟ مساء الخير يا فندم، في حجز حضرتك؟ شايفه بالحجز طبعا يا حبيبي، ما هو ده النظام الفرنساوي لاداره الريستورانز. بس بقى بس بقى ما تكرهناش في فرنسا. حضرتك اه طبعا في حجز باسم عادل سعيد. استاذ عادل سعيد؟ استاذ عادل؟ لا والله يا فندم ما عنديش حجز بالاسم ده. ازاي؟ انا في حد كده هو بعت له اسمه رمزي، قلت له يحجز لي يعني. لا يا فندم مفيش، لكن في عندي حجز سبع افراد ما اتاخروا على ميعادهم ساعه. اتفضل حضرتك. نقعد مكانهم؟ اتفضل. شاكرين قوي. كويس الحمد لله. بس الترابيزه محجوزه وقلبين الكراسي. تجنن. انا مبسوطه قوي يا عادل، سعيده بجد، احنا اول مره من مده طويله قوي نبقى لوحدينا. ليكي عليا يا ستي، كل يوم خميس اخترع حاجه جديده عشان ما اخليهمش هم يجوا معانا ونخرج لوحدينا. انت عارف يا بيبي احلى حاجه في المكان ان هو يتميز بالشعريه والرومانسيه والهدوء. ايه يا عم، هم سناء هم 15 جنيه بس، لما كنا خدنا توك توك احسن. الله. ولا يا ياسر يا كرسون ياسر، انا اسف. صباح الفل. ازيك يا حضرتك؟ فين الحجز؟ حضرتك جاي متاخر ساعه بحالها يا فندم، فاضطريت ان احجز المكان لحد تاني. يعني ايه ساعه وحجز واضطريت انا حاجز؟ يعني نون براحتي بفلوس. يا حيوان يا حيوان. دولة دولة هو ده اللي هيدفع الحساب. سكت. دولة. امورك يا دولة.
انا مش قلت لك احجز لي ترابيزه النفرين يعني؟ ايوه دولا، يعني انت دلوقتي قاعد في الشارع يعني وفي عربيات؟ ما ترابيزه يا عم كبيره كمان. يعني كمان لا مضى حجز لي ترابيزه كبيره ليه؟ ما انا جيت سالت ما لقيتش حجز باسمي. في مفاجاه دولا يا دولا. اصبر يا حاجه. اتفضلي يا حاجه. خدت مرانيا. ازيك يا عادل؟ ازيك يا حبيبي؟ عادل عادل دولا عيني. يا حبايبي وحشتونا. اهلا بيكم. عاملين ايه؟ بتهرف من غيركم. الله الله. اشكروني اشكروني اشكروني. طب ما شايف مدام كله هنا بقى يعني، امال فين ياسمين؟ ياسمين في الدرس واحنا مروحين هناخدها معانا ونروحها. اه راحت للاستاذ وائل برضو. اه ماشي. اشكرني بقى يا دولا بقى. اشكرك ده انا هشكرك شكرانيه. رمزي شوف الزبون. هو ما فيش حد غير هنا؟ ولا هو في حد غيرك هنا؟ لا. طب شوف الزبون. طيب يا دولا. اؤمر اي خدمه حضرتك. لو سمحت انا عايز عندكم تماثيل. ايه ده؟ مش ممكن، انا مش مصدق عينيا. كابتن خالد الغندور. من غير بوس. من غير بوس لو سمحت. كابتن خالد. كابتن خالد الغندور. خالد الغندور. خالد الغندور. معادي ايه ده؟ مش هتعترف الناس اللي جايين لنا؟ كابتن خالد. والله فرصة سعيدة. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. المقابلة الجميلة دي. ربنا يخليك يا كابتن. اهلا وسهلا. منور والله. تحت امرك. طلباتك. عايز شوية تماثيل صغيرة شوية كده عشان البيت عندي مش كبير. لا قوي. تحت امرك. عينينا ليك. يا سلام. البازار كله تحت امرك. ولا رمزي. ويا كابتن انا سمعت يعني ان في زلزال صح؟ لا حضرتك احنا ده الولد شغال معايا يعني. تقلقش يا كابتن. انا حضرتك يعني اعرف طبعا بكره ماتش مهم جدا الاهلي والزمالك. ربنا يكرمك يا راجل. بكره؟ اه ده مفاجاه والله. حضرتك ما تعرفش ولا ايه؟ لا انا عارف. اكيد الاستوديو التحليل ده هيبقى مولع. مين هيبقى معاك بقى ان شاء الله؟ كالعاده كابتن عصام عبد المنعم وكابتن حلمي طلال ان شاء الله. اه ربنا يوفقكم. ربنا يخليك. ربنا يخليك. معلش التليفون بيرن. لا ولا يهمك. الو. ايوه محمد. لا 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 يا حبيبي. لا مفيش حاجه. لا 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 انا بشتري شويه حاجات من المحل. ايه انت بتهزر؟ الماتش بكره يا محمد. طب اقفل اقفل اقفل. انا اتصرف انا اتصرف. ايه يا كابتن خالد؟ ايه محمد ضايقك؟ شكله ضايق. الناس المحللين اعتذروا مش عارف اعمل ايه. ولا يهمك يا كابتن. طب ما انتوا ممكن تستعينوا بمحللين من اي حته تانية يعني. مش سهل الموضوع. الناس كلها متعاقده مع قنوات مختلفه وانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. اجيب مين؟ ولا يهمك يا كابتن. تعالى حل الموضوع ده عندنا. اتفضل. عندك؟ اه اتفضل 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 اتفضل. اهلا وسهلا يا كابتن. يا كابتن ما تقلقش خالص يعني. ده بالصدفه الغريبه جدا ان حضرتك جيت لي يعني. موضوعك محلول ان شاء الله وانا اللي هطلع معاك. بصفتك ايه ان شاء الله؟ بصفتي محلل طبعا. ايه ده دولا؟ محلل؟ انت هتتجوز على رانيا؟ يلا محلل مش محلل. محلل حضرتك يعني. انا قبل ما افتح البازار ده قعدت فتره في البرازيل وكنت بحلل الدوري البرازيلي وكانوا يعني صراحه طايرين بيا لدرجه انهم خلوني احلل نهائي كاس في الدوري البرازيلي يعني. اخص عليك يا دولا. بقى تسافر البرازيل من غير ما تقول لي ولا تاخدني معاك يا دولا؟ بيتك وانا كل حته هروح اخدك معايا. ما تسكت اسكت. على كده بتفهم في الدوري المصري بقى واللعيبه والجماهير والملاعب وطرق اللعب؟ بفهم حضرتك. انا كنت بحلل الدوري البرازيلي. فالدوري البرازيلي انت عارف طبعا من الدوريات القويه جدا يعني. فدايما الدوري المصري بياخد بقى لقطات ومشاهد من الدوري البرازيلي. فبالنسبه لي سهل جدا يعني. عندي حتى كمان الشرايط اللي انا كنت ايه بسجلها اما كنت بحلل. ولا رمزي روح هات الشرايط جوه من المخزن. لا 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 لا. بص ادي الكارت بتاعي. عنوان الاستوديو. تجي لي بكره 7:30 بالظبط عشان الماتش الساعه 9 نبتدي 8. خلاص 7:30 بالظبط. اوكي. شكر قوي يا كابتن. مع الف سلامه. مع الف سلامه كابتن. مع كابتن خالد بعد اذنك يعني. انا كان نفسي يعني اجي معاكم كده هون. اصل انا بحب الكوره قوي. ده انا من كتر حبي فيها والله بحلم بالكوره. تيجي معانا فين؟ في الاستوديو يعني واتكلموا كده. طب والله العظيم فكره. خلاص انت معانا بكره. عندك بدله ولا هظبط كل حاجه يا كابتن؟ من غير بوس. من غير بوس. ربنا يخليك كابتن. مع الف سلامه. سلمنا على الاستاذ محمد. تحلل ايه؟ هو اي كلام وخلاص؟ مساء
الخير لكل مشاهديني في جميع انحاء الوطن العربي. حلقه جديده وحلقه مميزه جدا ومباراه الاهلي والزمالك، مباراه القمه اللي بينتظرها الملايين. حبينا نكون مختلفين عن كل القنوات الفضائيه النهارده، وجبنا لكم محترف ولكن محترف في التحليل من الدوري البرازيلي، جه خصيصا النهارده بطياره خاصه. معاكم ومعانا نجم التحليل المصري الجنسيه المقيم في البرازيل عادل، والشهير بعادل رونالدينهو. استاذ عادل اهلا وسهلا. اهلا وسهلا برازيل تي 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 برازيل زمانك النهارده. ايوه لا اصل دي فانيله البرازيل كان ابو تريكه عايزها مني، فانا بقول له على الهوا يعني ان انا جبتها له. يعني اهلا وسهلا واهلا بكل المشاهدين، وان شاء الله التحليل يبقى متحلل كويس النهارده باذن الله. متحلل كويس، شكرا للاستاذ عادل. كمان حبينا نكون مختلفين النهارده عن كل القنوات الفضائيه، حبينا نجيب نبض الجمهور، نبض الجمهور الغلبان. انتوا عارفين ان لعبه كره القدم هي لعبه شعبيه بتنحاز للفقراء والاحياء الجميله اللي معروفه في مصر، حي السيدة زينب، حي شبرا، حي بولاء، حي طبعا ميت عقبة. معانا طبعا نجم التحليل طبعا للجماهير ومحدودي الدخل والضمير، معانا النجم الكابتن رمزي الشهير برمزي حموكشة. ازيك يا رمزي؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ انا فرحان قوي ومبسوط ان انا معاك. لاول مره بنجيب واحد من الجمهور، حللت قبل كده؟ طبعا يا كابتن، انا حللت كده هون قبل كده يعني مرتين في المستشفى اللي جنبنا، بس الحمد لله طلعت سليمه يعني يا كابتن. وانا هنا هون من عند البرنامج بتاع حضرتك، انا بحيي الجمهور بتاعي وبحيي الواد فتله وحته اصحابي، وبحيي امي ويعني يا قلبي جرى ايه الدنيا حلوت كده ليه. ولا ايه ايه هنا يا قلبي دي، احنا في ماتش كوره بين الاهلي والزمالك. احنا على الهواء، احنا على الهواء، احنا على الهواء. انت اهلاوي؟ ايوه. انت زملكاوي؟ ايوه. طبعا حبينا نكون الجو جديد ومختلف عن كل القنوات، حبينا نكون كاننا على دين في القهوه ونحلل الماتش. احنا على الهوا حلوين الاثنين، دمهم خفيف دمهم خفيف. طيب على العموم معانا الكابتن عادل. كابتن عادل، يعني شايف تشكيل الفرقتين هيبقى عامل ازاي النهارده؟ لا بص حضرتك، مش مهم خالص تشكيل الفريقين، المهم الطريقه اللي هيلعب بيها الفريقين. وعشان كده انا بتكلم يا اخوانا من منطلق ان انا كنت في البرازيل، فهم بيركزوا قوي على طريقه لعب يعني. طب تقول لنا نبذه او هبزه من طريقه اللعب اللي ممكن يلعب بيها الفرقتين؟ انا ممكن اقول همزه تبقى كويسه قوي بالنسبه للفريقين. يعني عندك مثلا انا بشوف المدرب من دول داخل كده، بعرفه من وشه الطريقه اللي هيلعب بيها. طب وش مانويل جوزيه بيقول ايه النهارده؟ بيقول انه ممكن هيلعب النهارده بطريقه 4-3-1. 4-3-1 يعني ناقص 2 وحارس مرمى، دي طريقه جديده. حارس المرمى بيبقى واقف مكانه، انت عارف هيحرس المرمى وهيحرس ايه يعني. هيفضل على طول حارس المرمى كده اهو وما يتحركش من المرمى، لا يرقص بقى ولا يترقص ولا بتاع. لكن بقى اللعيبه الثانيه هيلعبوا، الاثنين اللي حضرتك بتقول عليهم ناقصين دول مش ناقصين، دول بقى ايه متوهين في الملعب، يقعدوا رايح جاي رايح جاي. يا سلام. مش معروف مركزهم لغايه اما تجي لهم الفرصه ويقوموا راح يعني عارف يخطفوا جون على طول. يخطفوا جون؟ دول هيخطفوا الجون يودوه فين؟ يلا يا كابتن رمزي يا غبي، هم مش هيخطفوا جون يعني يخطفوه يطلبوا فديه، لا يعني هيخطفوا جون يعني يسكعوا جون. طبعا شايفين مصطلحات جديده في تحليل لكره القدم المصريه، يسكحوا جون. تعالوا نروح لرمزي ونبض الجماهير. رمزي، شايف طريقه لعب الزمالك اللي هو على يمينك وانت داخل في الفانيلا اللي انت لابسها هيلعب ازاي النهارده؟ شوف يا كابتن، ان شاء الله يعني الفرقه هتنزل بخطه 5-7-1. 5-7-1 دي يعني طريقة جديدة جدا. دي طريقة جديدة خالص وطبعا زيادة عن اللي هو الموجود اصلا. اقول لحد 5-7-1 يعني 11 لعيب. 5-7-12 و1 13 ما علينا ما علينا ما علينا. 5-7-1 يعني انت حضرتك يعني زودت اللعيبة في الملعب. ليه بقى يا كابتن؟ علشان روح الفانيلا الحمراء، الروح يعني اللعيب بينزل من دولت ب 20,000 لعيب في الملعب بياكلوا النجيلة. انتوا جايين تهزروا بقى. لا يا فندم حضرتك، احنا مش يعني مش مسؤولين ان حضرتك مش مطلع على الطرق الحديثه في اللعب. عندك طريقه 7-7-1 وعندك طريقه 2-2-2 وعندك طريقه 7-1 7 فوق و2 تحت، وعندك طريقه شيك على العالي وشيك على الواطي ودواخين يا ليمونه. وايه تاني يا دولا؟ لا ده في طرق كتير، في طريقه السبع طوبات. السبع طوبات ده الفريقين يقفوا كده هو يمسكوا الكوره ويحطوا الطوب كده ويقوموا. طيب المهم مخرجنا محمد بيقول لنا لازم نطلع فاصل اعلاني دلوقتي، وهنرجع لكم تاني ما بين شوطي المباراة. هنطير لاستاد القاهرة ونبتدي معاكم تحليل الماتش، وهنرجع لكم مع النجمين كابتن عادل البرازيلي ويعني مع دومي الدخل والضمير رمزي حموكشة. وعلى فكرة الماتش ان شاء الله هيطلع تعادل يا كابتن. تعادل؟ والاثنين حلوين. اتفضل يا محمد بسرعة لو سمحت.
ايه رايك يا كابتن؟ اللي انتوا بتعملوه ده احنا على الهوا. على الهوا انتوا هتفضحونا كده. واحنا اتكلمنا يا كابتن. اهلا بيكم مره اخرى ما بين شوطي مباراه القمه الاهلي والزمالك واللي انتهت بالتعادل السلبي. تعالوا شوف راي نجومنا النهارده في التحليل. كابتن عادل رايك في الشوط الاول؟ والله بص يا كابتن. معلش عشان معانا تليفون من النجم البلدوزر عمرو زكي اللي بيسخن بين الشوطين وبيستعد لنزول الشوط الثاني. تحب تقول حاجه يا كابتن رمزي للنجم عمرو زكي؟ مين عمرو زكي ده؟ انا ما اعرفوش. بيتك كابتن عمرو زكي يا كابتن عمرو، يعني ان شاء الله ربنا يوفقك النهارده باذن الله وجيب جون في الزمالك باذن الله. جون في الزمالك؟ قدامك عمرو زكي بيلعب في الزمالك، هيجيب جون في الزمالك؟ ايوه، ما ممكن يكون بيرجع الكوره للجون. لا، ما عبد المنصف هيتصرف ان شاء الله. على العموم عبد المنصف هيتصرف. قبل ما نطلع لفاصل اعلاني واستمتع بتعليق الكابتن ميمي الشربيني، سؤال حلقه النهارده يا جماعه وجايزته 20,000 جنيه. اللي هيعرف الاستاذ اللي على يميني والاستاذ اللي على شمالي يبعت لنا فورا على 000002. نطلع لفاصل ونطير لاستاد القاهره ونرجع لكم بعد المباراه. رجعنا لكم بعد المباراه مره اخرى. ولا جماهير الاهلي زعلت ولا جماهير الزمالك زعلت، زي ما انتم عارفين المباراه انتهت بدون اهداف. تعالوا نروح شوفوا تحليلنا لمباراه النهارده مع النجم عادل رونالدينو. عادل رايك في ايه؟ انت مالك مش راضي عن الاداء ولا ايه؟ المباراه بجد يعني معصباني معصباني. انا يعني حضرتك دي كوره، هي دي كوره، دي كوره، دي ده ماتش، ده ماتش، ده ماتش. يعني انت رايك ان اللعيبه ما ادتش اللي مطلوب منها؟ لعيبه ايه حضرتك؟ دول مش لعيبه، دول لعيبه على ما تفرك حضرتك. فين بقى ايام زمان؟ ايام بقى اللعيبه اللي حقه وحقيقي بقى الكابتن محمد عبد المطلب والكابتن محمد الكحلاوي. لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي. بس حد علم حضرتك ان دول كانوا مطربين مش لعيبه كوره؟ ايوه حضرتك برضه كانوا بيلعبوا كوره. يعني عندك الكابتن محمد الكحلاوي يعني كان بيلعب كوره. وفاكر حضرتك الماتش اللي هو اللي كان الابيض واسود اللي هو بتاع كابتن مصر ساعه ما كانت الشورتات طويله؟ والفكره بقى كلها كانت في الشورتات. ليه كانوا اللعيبه يبقى مثلا اللعيب عند الجون بتاعه كده اهو، يقوم الشورت طويل ده، يقوم نافخ الشورت، يقوم طيران بالونه على الجون الثاني، يقوم ساكع الجون مفسر الشورت راجع للجون بتاعه على طول. يعني انت رايك كابتن عادل اللعيب مش في التحكيم، اللعيب مش في الجمهور، اللعيب مش في اللعيبه، مش في مانويل جوزيه، مش في مدرب الزمالك، العيب في الشرط. العيب في الشرط، ومن مكاني دون انا بنادي كل اتحاد الكوره وبقول لهم يا اخوانا بدل ما انتوا قاعدين في الجبلايه يا ريت تجيبوا شرطات هيليوم بقى، يبقى الهيليوم ده بحيث ايه ينفخوا عشان عايزين نناطح العالميه بقى. هنزاي هنوصل على العالميه واحنا لسه رايحين عمالين نجري ورايح جاي على البتاع ده على الملعب اللي هو النجيله الخضراء؟ الله على افكارك التقدميه يا دوله. تقدميه ايه دي؟ افكار تخلفيه. ما علينا، رايك انت ايه يا رمزي؟ هو حضرتك يعني انا النتائج كلها بحلم بيها على فكره، وكمان بحلم بيها مع اللي هي الجدول بتاع المباريات بتاع الدوري. انت فعلا على فكره تنبأت قبل المباراه ان المباراه هتنتهي تعادل. انت راجل شيخ ولا يعني ما مرفوع عنك الحاجب؟ لا هو بص، انا قبل ما هتكلم يعني عن الحاجات دي انا هتكلم عن التحكيم. حضرتك التحكيم يعني كان ظالم جدا. التحكيم يا جماعه احنا لازما يعني التحكيم في مصر في ازمه. التحكيم في مصر ايه ده؟ حكام اجانب وجنسيتهم المان. اجانب؟ ايوه اجانب. ده انا ما قلتليش يا دول انت كانوا اجانب. يخرب بيت التحكيم اجانب، انت مش شايفهم بيدي؟ يلا ما تنزلوا على الهواء. احنا على الهواء. ايوه ما بص حضرتك مش احنا مكانك. احنا اسفين، كمل يا استاذ محمد كمل. يعني انتوا شايفين استوديو مختلف تماما عن كل اللي فات، واعتقد ان اول واخر مره. معانا اتصال تليفوني ومحمد. مين معانا؟ الاستاذ علي. استاذ علي ازي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن، انا كان ليا مداخله. اتفضل، رايك في الماتش ايه؟ لا لو سمحت يا استاذ علي مش عايزين تجاوز لان دول ضيوفنا، واوعدك تبقى اخر مره تشوفهم في الاستوديو. خلاص يا كابتن، بس الاثنين دول عمالين يهبلوا من الصبح، خلوا الدم يغلي في عروقي. مع السلامه يا كابتن. انا مش فاهم، انا الجمهور ده يعني حضرتك؟ يعني الجمهور اللي هو بيبقى متعصب ده لعلمك هو ده اساس بقى المشاكل، لا هي الشرطه ولا هي اللعيبه ولا هي الملاعب اللي حضرتك على طول طول الوقت بتبوظ. لا هو الجمهور، الجمهور ده لازم واقفه. انا من رايي ننفي الجمهور او نقتل او نموت الجمهور، مش عايزين جمهور. اهم حاجه اللعيبه يلعبوا. ده اللي بيخلي الماتش طعم. طعم ايه حضرتك يعني؟ بعدين احنا ما غلطناش في حد، احنا غلطنا في حد غير اللعيبه بس. الجمهور بقى يقعد يقول دول اراجوزات ومش اراجوزات وبتاع. يعني حضرتك انا من موقعي هذا بطالب اتحاد الكوره انه يلغي الجمهور مع الهيليوم. مع الهيليوم
رايك في اللعيبه المصريين؟ حضرتك يا كابتن خالد بص سيبك من الكلام ده كله، احنا دلوقتي جايين هنا هو في البرنامج بتاعك ننقد ليه؟ ها؟ مش علشان الدوري المصري؟ احنا مالناش دعوه بالدوري المصري ولا باهلي ولا بزمالك ولا باسماعيلي، يعني يرضي حضرتك دلوقتي احنا كدوله مصر يعني ما تاخدش لغايه دلوقتي كاس افريقيا؟ كاس افريقيا؟ وحضرتك كنت فين ما خدنا 2008 في غانا كاس افريقيا وكل الشعب المصري طلع فرحان؟ ايه ده؟ وانت ما كنتش عارف ولا ايه؟ انا ما كنتش عارف احنا خدنا كاس افريقيا. انت ما قلتليش يا جوله يخرب بيتك خدنا كاس افريقيا هنا ونزلنا في الشوارع وزمرنا بتزمرنا والله ما فاكر والله زمرنا احنا اسفين جدا يا كابتن اسفين جدا معلش معلش على العموم يعني زي ما انتم شايفين ده كان خد هنا يا كابتن عشان تسمع محمد شكرا ميرسي جدا وحضرتك انا ليا عتاب بس على كابتن شيكابالا لان هو حضرتك يعني ايه كان في الماتش ساب الماتش عشان يظهر في التلفزيون اهو بص حضرتك اتفضل كابتن شيكابالا اهو شيكابالا شيكابالا طبعا يا جماعه هو مش الكابتن شيكابالا لكن دي كانت فسحه او مسحه من مساحات الاستوديو النهارده وبشكركم ونطلع بقى لفاصل وبعد كده مش هنرجع لكم تاني والى اللقاء في حلقه جديده من ملعب الاهلي والزمالك بين الاهلي والزمالك محتاره والله اطلع يا محمد اتفضل اتفضل محمد الاهلي والزمالك اللي انتوا هتقلع علينا ولا ايه؟ مش هنشلبك شيلوهم من هنا يا ولد هتنفسر علينا ولا ايه يا جدع؟ انتوا موتوني خربتوا بيتي انت من الجمهور شكلك يعني الخضه اللي انت خضيتها لي دي وانا ناقص خضت ايه عادل انا كلمتك ما فيش انا كنت ببص يعني بشوف حد بيخبط ولا ما بيخبطش طب وطلع مين طلع ما فيش حد انا يظهر اتهيالي يعني ان الباب بيخبط فعشان كده رحت فتحت فما فتحت ما لقيتش حد بيخبط فطلع ان الباب ما فيش حد بيخبط عليه وانا جوه الباب ايه ده هو انت لسه هتقعد ولا ايه وانت مش نازل النهارده لا النهارده انا مش نازل خالص يعني غريبه ايه اللي غريب في كده يا رانيا اصلا يعني ملاحظه ان انت من ساعه ما رجعت من البروجرام وانت كده قاعد في البيت يعني ما بتخرجش خالص ما بتفرقش البيت بصي بصراحه بقى يا رانيا انا جالي الجواب ده المشكله لو عليا ما فيش مشكله لكن المشكله لما تيجي عليكم انتوا كمان يعني انا مش عارف اعمل ايه انا يجيلي جواب تهديد عشان زفت الكوره كان مالي ومال الكوره ربطه الكوره غباوه حرام عليك يا عادل دي رابطه غبيه جدا دي الرابطه دي اعلنت مسؤوليتها على انها خطفت اكتر من لعيب كوره ما تخوفينيش بقى يا رانيا ما تخوفينيش وانا ناقص يعني انا ناقص ايه مالكم بتبصوا لي كده ليه ايه ده اللي انت عملته ده يا عادل ايه عملت ايه عملك اسود ومنيل انت مالكش في الكوره بتحشر نفسك في اللي مالكش فيه ليه بحشر نفسي في ايه وايه اللي حصل يعني اللي حصل ان احنا في حظر التجول ومش عارفين نخرج بره البيت جميل 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 عادل انا الكوافير بتاعي كان هيحرق الشعر بتاعي لما عرف ان انت جوز بنتي وانا يا بابا العيال في المدرسه عمالين يعايروني بيه يعايروكي بيا ليه هو انا طلعت جاسوس يعني بس 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 الجرس بيضرب الجرس بيضرب خليكم انا اللي هفتح انا اللي هفتح خد بالك اي خلي بالكم من ياسمين خلي بالكم من نفسكم كلكم دولة. مين؟ يا دولا انا رمزي يا دولا هيبقى مرت النضارة يا دولا خش بسرعة خش بسرعة دولا الحقنا يا دولا ايه اللي حصل؟ في ناس كتير قوي متجمعة يا دولا عند البازار يا دولا متجمعين عند البازار؟ والطلبة النهاردة عملوا مظاهرة قد كده عند الجامعة بسببك سيبك من الطلبة دلوقتي خلينا في المصيبة السوداء اللي حاصلة انت كنت فين بالظبط يا رمزي؟ انا هقول لك يا دولا اخد بس نفسي ما تاخدش مفيش وقت مفيش وقت ماشي بص يا دولا انا كنت رايح يا عم اشتري علبة كشري رجعت يا دولا ما عملتش اي حاجة لقيت الناس بقى متجمعين وعمالين يشتمونا فقمت رايح رامي الكشري في وشهم كده وانا وقعدت كفاكيك جريت وهم بيجروا ورايا على طول يا دولا جري وراك جم لغاية هنا؟ ايوه يا دولا جبتهم لغاية هنا؟ يا عادل يا عميل سيبنا نروح اسرائيل يا عادل قرفار سيبنا نروح قرفار يا رمزي يا دول في خيالك اكل ايه ده؟ هم عرفوا اسمي منين؟ عرفوا اسمك ايه ده؟ جمهورك دول جمهورك يا رمزي جماهيرك اللي بتحبك ايوه وانت بتحبهم اطلع لهم يا رمزي اطلع لجمهورك حبيبك يلا يا رمزي
يلا يا عريس اتمختاري يا حلوة شتينا يا خلصنا. لا 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 احنا بنكرهه بس مش الدرجات دي. الواد هيروح في شربة مية يا عادل. يا سناء يا سناء، واحد يضحي في سبيل الكل ما جراش حاجة وهو خلصنا منه بالمرة. مات رمزي، مات رمزي. غبي ما فهمش انه مات. مساء الخير لكل مشاهدي الرياضة اليوم في جميع انحاء الوطن العربي. حلقة جديدة وان شاء الله تكون حلقة مميزة. زي ما انتوا عارفين الحلقة الاخيرة من خلال برنامجنا عملنا نداء لكل القلوب الرحيمة والجماهير المصرية. كمان عملنا نداء لعادل رونالدينو، قلنا عادل القاطن بدير الملاك، ما تنزلش الشارع عادل، جماهير هتقتلك يا عادل لو شافوك. اما الناحيه الثانيه حاولنا نستدل على عنوان رمزي مش لاقيين، دخلنا الازقه دخلنا الحارات، في النهايه عرفنا ان هو ساكن في بطرون تحت الارض. قلنا له اوعى تطلع من البطرون يا رمزي لان الجماهير لو شافتك هتقتلك. معانا النهارده وحبينا نستقبلهم في استوديو بتاعنا كابتن رمزي وكابتن عادل. كابتن عادل، بدايه تحب تقول ايه للجماهير اللي انت تطاولت عليها بشكل لافت للنظر في المباراه الاخيره، مباراه الاهلي والزمالك؟ حضرتك انا احب اقول للجماهير يعني معلش انا اسف جدا ان انا تطاولت عليكم ومش هعمل كده تاني يعني ان شاء الله. وبعدين حضرتك انا اتعذبت يعني، واهل بيتي ما كانوش عارفين ينزلوا من البيت يعني لان الجمهور قاعد متربص 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 طول الوقت. وحضرتك انا بناشد اصحاب القلوب الرحيمه، بص حضرتك المناظر، بص حضرتك المناظر، الواد يعني طبعا اتبهدل خالص. فانا بناشد كل القلوب الرحيمه ان احنا باذن الله نعالج رمزي على نفقه اتحاد كره اليد باذن الله. وعايزهم يرجعوا لي النضاره دول ويرجعوا لي النضاره والنبي عشان حضرتك زي ما انت شايف كده خلاص. طيب ده كان كلام يا جماعه رمزي، تعالوا سوري كان كلام عادل، تعالوا نروح بقى لرمزي ونشوف هو عايز يقول ايه للجمهور العادي. رمزي عايز تقول ايه للجمهور العادي؟ حضرتك انا عايز اقول للجمهور يعني لو حد شافني وانا بتكلم في الكرة تاني يبقى يتف على وشي. طيب الجمهور العادي يتف على وشك، طب الجمهور اللي ضربك بقى تقول له ايه؟ هو حضرتك انا ما شفتهمش هما بيضربوني حضرتك. طب لو شفتهم كنت عملت ايه؟ ابوس على ايديهم، انا مش هتكلم في الكرة تاني وعايزين النضارة بتاعتي. طيب على العموم ده كان كلام عادل ورمزي، وطبعا زي ما وعدتكم عمري ما هستقبلهم تاني في الاستوديو. ان شاء الله القاكم في حلقات جديدة من الرياضة اليوم، حلقات مميزة هنتكلم في قضايا قروية جدا. الى اللقاء غدا وحلقة جديدة. ايه رمز عايز ايه؟ انت رابع مرة تكلمني دلوقتي في ايه؟ يا رب الكارت اللي لقيته ده يخلص واخلص من ما تكلمنيش انا يا ولا انا قاعد مع اسرتي ما تكلمش تاني سامع؟ بيبي هو رمزي بيكلمك كتير اليومين دول ليه؟ قاعد فاضي يا ست مروش حد غيري قدري بقى. انا عايز اقولك يا بيبي بجد رمزي محتاج حنان، محتاج حاجة في حياته الخاصة. حياته الخاصة؟ ما عنده الملاية والمرتبة والمخدة، اكتر من كده بقى يبقى طمع. يا حماتي في اوروبا ودول متقدمة الشباب في سن 16 سنة بيستقل عن اهله. شباب مين؟ شباب مين في اوروبا؟ انت عايز تجيبي رمزي ده للشباب بتوع اوروبا؟ ده ملوش علاقة بالشباب، ده مش بني ادم اساسا. عيلة بابا دي كلها فقر، كل طلعوا منها فقر واصحاب عاهات مستديمة، يا اما اهبل زي رمزي يا اما عبيط زي مين؟ رمزي برضو، اصل رمزي واخد التوكيل الهبل حصري. على فكرة بقى يا جماعة البنت ما بيهمهاش الشكل وبس، الشخصية كمان مهمة. انا عن نفسي عشت اربع قصص حب بالمستوى ده. نعم اربع قصص حب؟ ايه ده يا هانم؟ ايه حضرتك ماشي على حل شعرك شرعي ولا ايه؟ لا 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 يا ابي انا قصدي يعني ان انا عشتهم في محيط صحباتي. يا عيني على رمزي ده مسكين جدا، تنفضيه تفضلي تقلبي فيه وش وظهر طول النهار وطول الليل ما تطلعيش منه ذره راجل. انا بقى المشكله ان رمزي ده وقع في قرابيزي خلاص مدى الحياه، لان مفيش واحده لا عاميه ولا طرشه ولا هبله ولا ابوها وامها غضبانين عليها ولا خالها مقاطعها هتوافق انها تتجوز زفت رمزي ده. ولا رمزي؟ نعم دول. هو انت سعيد بوحدتك دي يا رمزي؟ بص يا دول هو انا من زمان يعني وانا ملطوي. ملطوي يعني من مالطا يعني مش من مصر يعني؟ لا انا اقصد يعني ان انا يعني شخصيتي كده هو المنكمشه على ذات نفسيتها. لا ما هي منكمشه اكيد عشان مثلا غسلت شخصيتك في ماء ساقع. يا دول انا بنسجم مع الحيوانات كده وما بحبش البني ادمين على فكره. انا كان نفسي اطلع انفت.
انفد وايه مجموعك ما جابش انك تطلع انفد وطلعت جحش ولا ايه؟ لا يا دولا يعني انا كان نفسي اطلع انفد علشان انفد كده هون في نفسي وانفد في الدنيا واسلك بقى. عارف انا نفسي انك انت تنفد من البازار ده واسلك انا بقى. يا دولا خلاص بقى لا تبكي على الكوكتيل المسكوب يا دولا، انا خلاص طلعت بني ادم واللي حصل حصل. يا ابني انت فاهم انك بني ادم، انت مش بني ادم، انت مخلوق عجيب يلا. ولا عمرك يلا فكرت مثلا ترتبط بواحده ست؟ ياه اخلص ايه يا نص ساعة يا بص يا دولا بقى ما تفتقش في الفتوقات يا عم اللي خيطها الزمن. فتوقات انت ايه كنت بتحب جيبة مقطعة يالا ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك، اي خدمة؟ يعني حضرتك دخلة البازار فعلا قصدة البازار ولا للأسف مثلا دخلتي غلط؟ هو في ايه؟ مين المسؤول هنا على البازار ده؟ مع حضرتك عادل سعيد رئيس مجلس إدارة البازار والمسؤول الأول زائد إن أنا المحاسب القانوني للبازار. أوكي أوكي. دول أكلم رانيا مراتك. كلم أم ياسمين بقى بسرعة. غبي يا غبي، بتطلع أسرار بيتي هنا في الشغل يا غبي. أيا رانيا. لو سمحت يا ابو حمالات. انت ايه اللي لو سمحت يا ابو حمالات؟ بتفتكر الحمالات؟ حضرتك بصي انا ليا اسمي اللي تنديلي بيه. وانا هعرفه منين اسمك ده؟ ما بتسالي دولا؟ مين دولا؟ دولا ابن عمي. دولا ده احنا ده كل القهوه اللي بنقعد عليها عارفينه، وكل الناس اللي قاعدين في الشقه بتاعته عارفينه، وكل انت خلاص ابيض خالص كده ابيض. يا ابني انت مالك؟ انا لسه جايه من الشارع دلوقتي. استغفر الله العظيم يا ربي. جايه بقى من الشارع عشان يلمك بازار ولا ايه؟ انت اهبل ولا مجنون ولا غبي ولا في ايه؟ بص بقول لك ايه بقى، ما تقعديش بقى تحيريني بقى كده هون، علشان انا مش فاضي. انا مش فاضي، عندي شغل، عندي اله الطفوله ميتو راعة عايزه اروح ارضع. لا 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 انت رائع، انت ما حصلتش، انت تحفه. انا عارف ده كله عارف، بس ارجوك يعني ما تستدرجنيش بمسلوق الكلام علشان اعمل لك تخفيضات خالص. ما فيش حضرتك شلم ولا ملين هرضى انزله. ما فيش شلن وملين؟ لا انت مستقلب نفسك جدا. بص يا استاذ، انت بنظري ما تسويش اقل من ربع جنيه. طب لو سمحتي ابعدي بس ايدك شويه. ماشي يا رنا، ماشي ماشي خلاص ماشي. سلام 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 سلام. يخرب بيتك، انا اسف جدا الواد الغبي ده يكون ضايقك ولا حاجه يعني. والله بصراحه يا استاذ انا ما يضايقنيش غير المتطفلين. وكمان تطفلت على الهانم يا غبي. ولا روح اجري نظف تمثال اله القذاره اجري. حاضر. لا 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 لو مشي انا مش هشتري ولا حاجه من البازار ده. اصلا انا معجبه جدا بشخصيه الاستاذ. لو سمحت ممكن اسم حضرتك؟ حضرتك انا اسمي رمزي الشهير بابو الرماميز ابن عم دولا. حضرتك انا بقى دولا يعتبر من اكبر شعراء البازارات اللي في مصر كلها، بالاضافه ان انا بحل كلمات متقاطعه بتفرج على اوبرا. رمزي نعم. ارجوك ذكرت بتاعي، ممكن تليفونك؟ والله بيشحن يعني. بص حضرتك غبي، افتكر عايزه التليفون نفسه. غبي غبي يعني. انا بموت في الشخصيه دي. تموتي في ايه حضرتك؟ بقولك غبي غبي يعني. بالعكس يا استاذ، ده مش غباء، ده غموض. غموض ايه ده؟ غباء حضرتك. حضرتك ولو بتدوري على الغباء انا اغبى منه. عايز كارت بقى رمزي؟ ارجوك. نعم كارتي معاك. انا مستعجله دلوقتي لازم اروح، انت لازم تتصل بيه عشان نتكلم. معاك مروه طبجي مخرجه اعلانات. باي باي. باي باي. الكارت في عيني ما تقلقيش. هتعملي بالكارت ده؟ ايه دول هقعد بقى رنلها رنلها دول. ترنلها ايه يالا؟ وبعدين دي مخرجة اعلانات، اكيد يالا هياخدوك يحطوك على علب السمنة يالا. انت بقرة؟ خش يالا رمزي. حاضر. حط الحاجة دي هنا يالا. حاضر يا دولا. هنا هنا هنا؟ اهم العرر جوم اهم وجابوا طلبات البيت. زغرتي يا اللي انت مش غرمانه يا دي ماسوره الاباحه اللي بتتفتح اول ما بخش. انا نفسي الماسوره دي تتسد وتفرقع بقى. الو السلام عليكم، مين معايا؟ مروه الطبجي. في حد يا بنتي اتصل بحد في ساعه زي دي؟ يعني الساعه داخله على 3 الظهر. حد يرد على حد بالشكل ده؟ انت مش عارف بتكلم مين يالا؟ ايه تقابليني؟ لا يا اختي ما بقابلش بنات. طب وانا اديها ميعاد واروح انا يالا. طب استنى يا مروه، بصي اديني ميعاد وانا هبعت لك دولا حبيبي ابن عمي، ها هو اللي يروح مكاني. ايه
دول رخم ما يجيش معانا. يا سلام، يتمنعنا وهن العائزات. هتعد عليا؟ ماشي يا مروه ماشي، بس نتفق الاول. بصي انا هقعد في العربيه بتاعتك جنب الشباك. ماشي، يلا يلا، سلام عليكم. هتقعد في العربيه جنب الشباك؟ العربيه كلها شبابيك يا انا مش فاهم، شام عايزه تخرج معاك ازاي دي؟ تلاقيها مسوسه ومعفنه ومقرفه ووشها شبه قعر القفه. عارفة يا سناء، انت لو شفتي مروة اللي بيقولك عليها دي بجد، الخانة اللي مكتوب فيها في البطاقة بتاعتك أنثى هتشليها. يا اخي روح 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 روح، الواحد ما بيحسش بقيمة الجمال، قيمة الجوهرة اللي في ايده عشان ملك ايديه. يا نقنق، والله والله انا مقدر وشاري يا نقنق. بص يا نقنق، ده انت الدفيرة الواحدة بس منك بمقامس 87 واحدة منها كلها. انا ما طلبتش رأيك، ما طلبتش رأيك، أنا أبص لواحد زيك. يا سلام، اصبري بس لما تشوفيها ساعتها بجد يا سناء هتتصدمي في أنوثتك. اسمعوا يا جماعة، اسمعوا، إذاعة البي بي سي بتقول إن القال إيه رمزي طلعت له واحدة صاحبته. إيه ده إيه ده يا رمزي؟ كانت صاحبتك في الدراسة؟ يعني كانت زميلتك في كتاب القرية؟ دراسة إيه وكتاب إيه وقرية إيه؟ الكلام ده بالنسبة للبني آدمين، رمزي أساساً مش مصنف كبني آدم يا مصر. إيه قلة الأدب دي؟ ما بقاش فيه لا خشة ولا دم، البت من دول تشوف الواد وتحبه وتقول له أنا بحبك في وشه كده، فين بنات زمان وتقل بنات زمان؟ إيه ده يا طنط؟ خلاص الدنيا اتغيرت واتطورت، ودلوقتي بقى عادي جدا ان البنت هي اللي تبدا بالخطوه الاولى. خطوه اولى ايه؟ على اساس الاثنين هيتعلموا المشي مع بعض يعني ولا ايه؟ ايوه يا مروه، نعم. ايه وصلت تحت؟ طيب يا ست انا قاعد بتفرج على دلوقتي فيلم اسماعيل ياسين في جنينه المجانين. جنينه المجانين ايه يا اهبل؟ يعني حابسين مجانين في قفص. ايوه وصلت خلاص، ما تقعديش تلوكلوكي بقى، خلاص وصلتي، اطلعي يلا يلا باي. طلع هنا ولا طلع؟ ايه ده، في ايه في ايه؟ لا مفيش، اصل في واحد من المجانين كان بيهرب من القفص فكنت بشجعه يعني. النبي ايه؟ ودلوقتي بقى احنا في مرحله انتظار انثى العنكبوت اللي مصاحبها رمزي. ايه ايه، هروح افتح لها عشان رمزي مشغول مع الفيلم يعني. افتح لها انت ليه؟ انا هنا سيده القصر، هفتح لها انا. شفت يا دوني بيقول لك ايه؟ مساء الخير، هو الأستاذ رمزي موجود؟ رمزي؟ يو بقى ما بيردش. يا بنت اهمدي وعودي، انت سهران لغايه دلوقتي ليه؟ ماما رمزي ما روحش لحد دلوقتي. ما هيتنيل يروح البازار ويبات فيه. لا انا قلبي حاسس كده ان هو ما روحش وبتسنكح مع البنت السنكوحه دي. إيه؟ قلبك سلامه قلبك يا حبيبتي، هو قلبك ورمزي خلاص بقى على خط واحد من امتى بقى ان شاء الله؟ الله يا ماما، مش لحمي ودمي وابن عمي. يا سلام، من امتى الكلام ده؟ ما يا ماما ساعات كده الواحده بتبقى مغفله، قوم ايه تيجي ايد كده من بعيد وتاخدها وتفهمها، قوم ايه الواحد تمسك الجواره وتزيح من عليها التراب وتشوفها بنظره جديده، قوم ايه الواحد تنتبه لحياتها ونفسها، قوم ايه تحب، قوم ايه اعتبرها غيره حريمي مثلا يعني. انا غير من البنت اللي اسمها مروه السنكوحه دي؟ يا ماما انا كبدي ياكلني من كاترين زيتا جونز، اموت من هند رستم، اتحرق كده من كاترين دونوف ولا جوليا روبتس ولا ديمي مور. مش من البنت ديت، اقل من الناس دي يا ماما، يتحكليش كعب. يعني عقلك كده بيشاورك على انك ترتبطي برمزي. والله يا ماما يعني ولد مش بطل من غير نظاره يعني. لو قلعناه النظاره وقلعناه قبل منها الحمالات اللي هو لابسها وعملنا له عمليه ليزك. أيوة. ولبسناه جزمه سيفتي كده مسافه 80 سنتي فيطول شويه ويقبن على وش الارض، ودخلناه الجيم وعرقناه كده لمده 3 4 اسابيع، فجاه يا ماما يقلب، ممكن يبقى رشدي اباظه. حضرتك يعني ما تزعليش مني في الكلام اللي انا هقوله يعني. ها، لون عين حضرتك يعني كده مش عاجباك؟ هي لونها اخضر كده، هو ده مرض؟ مرض ايه يا رمز؟ الحاجات دي حلوه عند الستات ان عينيها تكون خضره، والرجاله بالاخص بيحبوا الموضوع ده. انا ما حدش قال لي من الرجال ازاي ياخدوا قرار ومن غير ما يرجعوا الرمزي. لا لا لا، دي مزهله. لا والله انت اللي مزهله. حضرتك تحب لون عينيا تكون ايه؟ انا بحبها لونها تنفسجي. تنفسجي؟ والله للاسف يا استاذ رمزي انا ما عنديش اللون ده، انا عندي في البيت لون كركري، ينفع؟
والله لما تكركري بقى تلبسيها بقولي لي. يخرب بيت دماغك يا رمزي. بص يا رمزي، أنا مخرجة، أنا مش ضد عمل المرأة كممرضة خالص. ممرضة مين يا ابني؟ أنت اللي مريض، افهم يا رمزي افهم. أنا معجبة بيك. ألا ألا طب ما تقولي كده من الآخر يعني. لا ما أقصدش كده، أنا معجبة بيك كمخرجة، معجبة بتكوينك ونفسي أستغله. لا 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 حضرتك، لا أنا ما اسمحش، أنا رمزي ما يسمحش حد يستغله كمخرجة، لا 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 خالص. ده اللي انت عامله ده يالا، اللي انت عامله ده يخرب بيتك، عامل لي اسطول فرعوني يالا بالورق. مسطول فرعوني ايه دوله؟ واحنا اي حاجه كده ونسيبها للفراعنه، حتى المخدرات يا دوله. بص بقى السفينه دي، سفينتي يالا، يخرب بيتك يخرب بيتك، اعمل لك ايه اعمل لك ايه؟ ايه ده ايه ده، انت بتضربه وبتشتمه يا اخي؟ ايه انت ما عندكش قلب؟ معلش معلش يا رموستي، معلش. رموستك؟ اه وكمان موستي. موستك؟ والله يا نقنو والله، ومليكي عليا حلفان يا حبيبة قلبي، انا عمري عمري ما هزعل منك طول ما انا شايفك بنضارتي يا نقنو. لا نضارتك دي لينا فيها كلام تاني بس مش وقته. ايه عايزة ايه من نضارته حضرتك؟ عايزة تلبسي نضارته؟ لعلمك لو لبست النضارة عينيكي هتصرف. خدوا خدوا كلوا واشربوا عشان تتقوتوا، انتوا تعبانين قوي من الشغل. الله شندوشات ايه دي يا نقنق دي؟ فراخ بالحلاوة اللي انت بتحبها. الله فراخ بالحلاوة؟ الله ياخدك فراخ بالحلاوة، الله يقرفك. وانت من امتى الكرم والحنية دي؟ ده انت لما كنت بتديني البنة كانت بتلزق في اسناني. ناقص بقى حضرتك تعملي له سمك بالمربى. سمك بالمربى؟ لا مش ممكن. هطبخهولك بكره، نظفت السمك من الزفاره وحشيته مربى وجاهز على الطبيخ. بس انا للاسف كده معزوم على الغدا بكره يعني مع البت دي مروه دي اللي انا مش طايقها. مروه مين ومش طايقها ايه؟ بقولك هطبخلك وسمك بالمربى، تقولي مروه لازم تيجي تزفر بقك بالسمك. يا سلام على طول لسانك زفر وعايزه تزفري لسان الواد طول الوقت، ما بناخدش منك حاجه عدله ابدا. ما حدش وجه لك كلام، بتحشو ما حدش وجه لك كلام. رموزة افتكرت، احب اتصل بيك على الموبايل. ماشي وهتشيك عليا؟ ايوه هشيك عليك. انت شيك من غير حاجه يا نقنو. نقنو ايه ده؟ دي كلمه شعريه قوي، انا هقعد طول الليل احلم بكلمه نقنو ديت، جديده جديده قوي في السوق. على اساس ان انا ايه بقى في البازار ده يعني؟ تمثال الاله الكوبري؟ ما تسلك ايدك يا بت من الاستك يا بت. حد يفكني حد يفكني يا دول. يلا يلا اتكل على الله. ابو بيلات بقى هشيك عليك بقى ان شاء الله في ال. يلا اتكل على الله. بره 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 يا بت. طبخلوا يما بايدي الصينية، وازاي يما ازاي يما ازاي يما ما ياكلهاش. ايه ده يا سلام، ايه اللي انت عاملاه ده؟ ايه رايك؟ حلو قوي. ابن عمك حسب ما تدوقيه. لا يا شيخه. شكلك رسم على تقيل يا سناء. ايه كل ده عشان رمزي يا بيبي؟ هو انت ما تعرفش المقوله العظيمه التاريخيه اللي بتقول اقرب طريق لقرب الراجل صينيته؟ وعلى اساس بقى ان انا مش راجل اهو وفاهم كل حاجه بتحصل في البيت، ده كلام فارغ اللي بيحصل ده. يو بقى يا عادل انت خسران ايه؟ حرام عليك، ليه تقف في طريق سعاده اختك؟ انا ما بخسرش ابدا عادل، سعيد عمره ما يخسر، بالعكس ده انا ببقى فرحان جدا، وخصوصا ان انا هضرب كلبين بجزمه واحده. كلب لما ينهشك، لما يقرمك، لما يعضعضك، لما ينهشك كده بضوافر على وشك. ايه الكلب الغلاوي ده؟ الكلب قال انا عادي يا ماما يشتمني، انا عادي ده اخويا عادي ما فيهاش حاجه، لكن يشتم رمزي لا، وما يشتموش في غيابه. الله 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 الله، يا سلام على الحب اللي بينبت ويترعرع على سفره مطبخي في منزلي، هذا الحب الذي يبدا بالصينيه اللي ريحتها غريبه دي. ما غريب الا الشيطان، ابن عمي وبموت في كعبه بوز جزمته، ايه الغريب في كده؟ لما اكلم الزفت ده شوفه راح فين، اكلمه وشوف ايه حكايته. الو الو، ايوه يا رمزي، انت ازيك عامل ايه؟ وحشتني قوي. ايوه انا طبخت واستنيتك. ايوه السمك استوى وقلبي من حبك هوى. قاعد معاها في الكافيه؟ حاجه نايل عيشتك،
حاجة تربع على فوقك انت وعلى كل الجرسات اللي بيخدموا عليك يا معفن يا رمة. شفتي شو بيخن يا ما رايحاله. البنت اتجننت ولا ايه؟ يا بنفهم بقى، انا هعمل منك موديل مشهور كبير تكسر الدنيا دي كلها بظرف اسبوع واحد بس، هو مدة الحملة الدعائية ده، انت هتبقى اشهر واهم من احمد عز. مين احمد عز ده؟ وبعدين بقول لحضرتك ايه، احترمي نفسك. يعني ايه موديل؟ موديل انا روح، انا بني ادم. مش عارفة اخش للكائن الفضائي ده ازاي، بيخبط على الباب وانا افتح لك يا ستي، لكن بقى تقولي لي موديل وقرون والحاجات دي انا ما اشتركيش. يا بنفهم ارجوك انا عندي منتج اعلاني، ما ينفعش حد غيرك يبقى الموديل بتاعه. اسوق عربيات يعني وكده؟ لا يا ست، بص انا بعمل حوادث بالعربيات، اذا كانت عربيات يعني في الملاهم وكهربا دي ماشي، بس تبقى الكهربا مقطوعه. يا ربي يا ربي، انا عملت شرور كتير في حياتي، ولكن العقاب ده اكبر واهم من اي خطا انا ارتكبته. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، الله الله الله، وكمان بتقولوا يا حبيبي بتخني في فتره ما قبل الخطوبه يا اخي. طب استنى للجواز كنت اعديها لك. معلش احنا اسفين جدا يا استاذه مروه، يعني ان حضرتك شايفه المناظر دي، انا اسف جدا. بقول لك ايه، رمزي ده ابن عمي وبيحبني انا ومتكلم عليا انا، وبيننا قصه حب مستمر. اوعى يا اخي، مستمره بقى لها سنين. يا بجد يا نقنق، بجد والله يا. وانا فاكر تهزيئك ليا طول السنين اللي فاتت دي اهانه، طلع حب واستكانه. حضرتك اتعرفتي على اتنين من اسبل عائلتي، يعني عيلتي الصغيره دول اسبل اتنين فيها صراحه. يعني بنت انتي، بقول لك ايه، رمز ده تنسيه خالص وتشيليه من دماغك، وتدلتي نمر التليفون ومن على تليفونك، وتشيلي عينيك الحلوه اللي اتدب فيها 18 ار بي جي دي من عليه. بتحترمي نفسك يا ست انتي، عينين ايه ولوز ايه؟ انتوا فاهمين الموضوع غلط يا جماعه. حضرتك انا الوحيد اللي فاهم الموضوع صح، واضح طبعا ان حضرتك يعني بتميلي ليا، وبعدين عايزاني اغير من الحيوان ده صح؟ لا لا لا، انتوا مجانين رسمي يا جماعه. انا مروه الطبقي، مخرجة الإعلانات المشهورة في مصر، ورمزي ده هو بس عشان أستعمله وأستخدمه عشان يبقى الموديل بتاع المنتج بتاعي اللي محدش عايز يعمله. منتج؟ منتج إيه؟ منتج إيه اللي محدش عايز يعملهولك ده؟ اسمعي يا ستي، أنا ماسكة حملة دعائية اسمها نمي ذكائك ورتب أوراقك، وده كورس صيني محتاجين بني آدم غبي عشان يعمل الموديل بتاع الإعلان. للأسف لفيت الدنيا دي كلها ما لقيتش أغبى من البني آدم ده. بقى هي كده الحكاية؟ وانا اللي كنت فاكراكي معجبه بيه. معجبه بيه؟ ما انا قلت لك من الاول معجبه بيه انا يا ماما. بي ايه وسي ايه؟ ده ما فيش واحده حتى لو كسرت بص على البني ادم ده، دي الشماعه، حتى الشماعه تقرف ان انت تعلق هدومك ولا حمالاتك دول عليها. يا نقنق، ايه الغلط ده بقى؟ ليه الغلط حضرتك؟ انا كلمتك عشان تقعدي تغلطي تغلطي تغلطي. الحمالات عملت لك ايه؟ يا سلام، عماله تهزق فيك من الصبح يالا وانت ساكت، الحمالات هي اللي وقفت في زورك يالا. اهدى يا عادل، سيب لنا الطلعه دي. اهدى يا اخويا يا حبيبي يا شقيقي، يا بارد يا رمة، يا حمار يا كلب، يا معفن يا زفت، يا قليل ادب يا عديم التربية. انت الله يخرب بيتك، في واحدة عندها ذرة عقل تبص لواحد زيك وانا اللي ايه؟ كنت هضيع عمري كله بسبب غيرة الستات. ايه بالراحة 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 يخرب. خلاص 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 يا سناء، خلاص سيبيه. الحمد لله احنا اسفين جدا للمناظر اللي انت شايفاها دي، يعني اسفين جدا صراحه. لا ولا اسفين ولا حاجه، انا حاسبها كده تقطع في روميو بتاعها وعوضي على الله في النحتايه دي. بقول لحضرتك ايه بعد اذنك، يعني اعوضك على الله في النحتايه ليه؟ النحتايه تفضل شغاله، بدل ما كنت تعملوا اعلان عن اللي ما يستعملش البرنامج يبقى غبي زي رمزي، اعملوا الاعلان على ان اللي يستعمل البرنامج يبقى ذكي زي عادل سعيد. عادل سعيد اسم له تاريخ عجيب. يا سلام، انا هعتزل الاعلانات، انا هتجوز واقعد في البيت. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ طب في الشهر شايف بس خلاص شايف. يا سناء خلاص يا سناء خلاص يا سناء خلاص يا جزمة، خلاص يا جزمة. حبيبتي يا ريت النهارده بقى تعملي لي مكرونه فرن، بس يا ريت وانت بتعملي المكرونه الفرن دي تخلي البشاميل يبقى جامد، ما يبقى سايز كده. ها عادل لو سمحت ما تتدخلش في اسلوبي لعمل المكرونه البشاميل كبشاميل يعني. لا انا ايه ده ايه ده ايه ده، انت قلبتيني النهارده وانا نايم ولا ايه؟
على فكرة بقى، أسلوب الخنصرة والضرب ده مش من أساليبي المفضلة في تنفيذ جيوبك. بقولك إيه، ما تلوعينيش، أنا كان في جيبي شوية الفلوس دول وكان معايا 10 جنيه وخمسة وخمسة. على فكرة بقى، الكلام ده خطير جدا ويحمل في طياته اتهام غير مباشر. لا أنت فاهمة غلط، ده اتهام مباشر يا ماما مش اتهام غير مباشر. خمسة جنيه لعلمك اللي ضاعت مني أنا حافظ أرقامها. يعني إيه؟ يعني ممكن أطلبها دلوقتي ترن في جيبك. مش فاهمة، يعني هي خمسة جنيه معدنية ولا إيه؟ آه عادي جدا، مش عمله بجنيه معدن أهو. اتفضلي، ده جنيه، ده جنيه يا عيني يا جنيه، ممكن يعملوا خمسة جنيه عادي جدا. طب مثلا، طب ما يمكن تكون صرفتها وأنت ناسي، أو يمكن تكون صرفتها في الخير ومش عايز تقول عشان ثوابك ما يروحش. يا سلام، يعني أعمل خير عشان ثواب وأضيع الخير ده عشان أتهم حد بالسرقة؟ ما هو كده ثوابها يضيع يا ماما. يا حبيبي، المثل الفارسي بيقول إن سرقت اسرق جمل وإن عشقت عشق قمر. ما تثبتنيش، انا عارف ان انا قمر عادي يعني، بس قمر من النوع اللي ما بيتسرقش. على فكره بقى، الواضح ان فقدانك الخمسة جنيه ده افقدك توازنك وخلاك تنسى الفرق ما بين صديقك وعدوك، زوجتك وبقيه افراد اسرتك. قصدك ايه؟ لما انا بعوز حاجه مش انت بتجيبها لي؟ اذا ما هو الدافع للسرقه؟ صراحه يعني ما فيش دافع. خلاص، شوف بقى مين اللي عنده الدوافع. انا عارف انت بتلمحي لمين، بس ما اقدرش اوجههم يعني عشان ممكن اتاذي. عادل يا حبيبي، اذا اردت الحقيقه فلتتحمل نيران الحريقه. لا، ما دام هتوصل لنيران وحقيقه وكده، لا 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 بلاش خالص. انا متهيألي يعني الخمسة جنيه مش مبلغ ضخم الواحد يزعل عليه. الله، دي تاني خمسة جنيه تنقص النهارده. وبعدين بقى الفلوس دي بتروح فين؟ دولة هات جنيه افطر بيه كشري. دولة بسرعة. يا لما انت فطرت مرتين قبل كده هتفطر كشري ثلاث مرات؟ ايوه دولة، انا جعان يا دولة، هات جنيه بقى بسرعة دولة. وبعدين كشري ايه اللي بجنيه؟ مش علبة الكشري بجنيه ونص؟ هي دولة، لا ما انا بديله العلبة البلاستيك من عندي وكشري عليه بسرعة. يعني تديله الفارغ؟ لا 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 بلاش كلام فارغ، انا مش هديك حاجة. هي دولة اخر جنيه هطلبه منك النهاردة يا دولة، اخر جنيه بسرعة. ولا انت شكلك مش طبيعي النهاردة ليه؟ هات جنيه دولة وابقى طبيعي بسرعة. طيب انا هجيب اكل لنفسي يا رمزي، ممكن تاكل معايا؟ لا انا عايز جنيه دول، عايز بسرعه. لا لا انت هتضربني برقبه التمثال ولا ايه؟ خد ادي الجنيه اهو. الله، الواد ده ماله؟ ايه اللي جراله؟ ايه غير له حاله؟ صعب عليا، اسهر ليالي. لا انا لازم اتاكد الواد ده بيروح فين، وكده بالتنكر ده عشان هو غبي اكيد مش هيعرفني. أنا جهاز أربعة، وقتك خلص، تايمز أوفر. ربع ساعة بس يا معلم. مدبولي مدبولي هارد ما يعرفش أبوه. هتطلع الفلوس هنعنشك، ما معكش فلوس هكروشك. قوم ياه، هجيب لك الفلوس بالليل. أنا بطلت شغل الليل، قوم يلا روح ياه. أنا كده مش هجيلك تاني. عنك ما جيت. سلام يا بيبو، ازيكم رجالة؟ معلم مدبولي عايز إيه يا زفت؟ أدي الجنيه أهو يا عم، أروح ألعب بقى؟ حبيبي يا رمزي، بس انت شكلك خاسس كده يا معلم هارد يعني. ايوه نازل 4 جيجا في يومين. خش يا رمزي، احسن جهاز عندي نمره 4. شكرا يا معلم. مدبولي هارد يتمنى لك جيما ممتعا والعابا مسليه. تيت، ايه اللي اخرك كده يا رمزي؟ كنا نبدا من غير. لا يا عم، ده انا عقبال ما سلكت الجنيه. يلا بقى نبتدي. ها اوعى تموتني. ها انا وانت نتحالف ضد مودي، علشان هو اتحالف هو وميدو ضدنا امبارح. مودي معانا النهارده بس هو مش قايل لميدو. يا راجل، طب بقى نسلف لبعض بقى ارواح وصحه وذخيره. السلام عليكم. اهلا اهلا باشا. وانتوا عندكم ايه؟ كله موجود وحسب المود. يعني انا قصدي قديم، يعني انا من وقت الاتاري. اتاري، شكلك بالداري. امورنا يا باشا، كله موجود، حركات، ايميلات، منتديات، سيديهات، كله. فانيلات، شرابات، عندكم سندوتشات؟ عندنا مشروبات، حد آلات؟ انت كده هتدخلني في متاهات، انا هقعد بنفسي على الجهازات. طبعا الكبير كبير. خش يا باشا على جهاز 6، هيوديك في اي حته. دي الحلاوه دي، عامل لي فيها شعر الكتروني. جهاز 6 يوديك اي حته. طب ازاي وفين وامتى؟ باشا خش يا باشا على الجهاز، بس برجلك اليمين. عشان ما يكونش فيه حريم قاعدين على الشات بيغيروا ولا حاجه.
ما تضربش عليا نار يا ميدو، ما هضربك بالمسدس الليزر. انت اللي بدأت الاول يا رمزي. انا بنزف، حد يحدف لي الاسعافات الاولانيه. سيبوه، ما حدش يحدف له اسعافات، خليه يموت. انا بموت، ارحمني يا ميدو. طب هديك كل ثروتي بس سيبني اعيش. ثروتك يا معفن، انت حته غير شبشب بصباع. لا سيبني اعيش. لا سيبني اعيش. سيبك. جيم اوفر. لا انا موت بقى، انا لازم اخد بطاري من كل اللي موتوني قبل كده. معلم مدبولي، عايز ايه يا زفت؟ انا محتاج محاوله بعد اذنك لو سمحت. معاك فلوس ياض؟ لا انت اخدت كل فلوسي يا عم، وبعدين انت ما كنتش بتعاملني كده خالص يا عم، كنت بتلعبني ببلاش. كنت بجر رجلك يا عبيط. ايه جر رجلك؟ ما هي رجلة اهي معايا. ياض ما اقصدش يعني بجيب رجلك. بقول لك يا رمزي، صاحب الكيف يجيب له معلقه. طب بص يا معلم، خد النضاره وخلينا العب شويه. شمس دي؟ لا بس ممكن تنفع نظر. لا ما ينفع. بقول لك ايه، معكش ساعات ولاعات حمالات من بتاعتك دي؟ اي حاجه. طيب بص، انا عندي فكره حلوه قوي، انا هسرق لك ساعه الحائط اللي في بيت دول ابن عمي. ماشي بس تسرق الحائط نفسه بدل ما تسرق الساعه اللي عليه. خليك في حالك يا كوتش والنبي، مش طايق يا كوتش. ايه ده، تعال هنا يلا. تعال يا ده رمزي هنا. ايه ده، انت مين انت بقى؟ بص خليك في حالك يا عم، علشان انا روحي في مناخيري اهو. ما دام روحك في مناخيرك اهو، اعطس عشان تطلع ونخلص اهو يا سيدي. لا ما خدتش بالي برضو، مش عارفني. طيب دولا حبيبي. دولا انت ايه اللي جابك هنا؟ دولا ايه اللي جابك هنا يا عم؟ هتضيع زي دولا وهتبيع بازارك وهطلق ياسمين بنتك. امشي من هنا. هطلق ياسمين ويتم رانيا يعني ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. رمزي تعالى معايا يلا. انت جاي تخطف الزباين مني ولا ايه وتقطع عيشي؟ ما انت حرام عليك يعني، ما يصحش كده، مش معقولة يعني. كم من الناس المدمنين اللي عندك دول كلهم، حتى الأطفال ما سبتهمش، وبتعتمد على براءة الأطفال وعلى غباء الكبار. والله أنا ما ضربتش حد على إيده. دولا هات جنيه، دولا هات جنيه. تعالى معايا رمزي، هلعبك في البيت عندي، عندنا جلاء. لا أنا عايز ألعب نون بقى، أنا عايز أعود أدول، أنا مت 4 مرات النهاردة يا عم. ما كفاية عليك 4 مرات موت، أنت حبيت حكاية الموت كل شوية عايز تموت. يلا يا رمزي تعالى يا ابني، تعالى. نجلاء عندها كمبيوتر كبير وجديد ومليان حاجات، تعالى يلا. طيب ماشي، نجلاء عندها فيفا 16/3/2008؟ ده عيد ميلاد الفيفا يعني؟ عندها يا سيدي، وخليك تقعد بقى تلعب لوحدك كده أهو، وتقعد تشم جزم اللعيبة كمان. بجد يا دولا؟ بجد. يلا بينا. أجي معاك يا رمزي؟ بس يا زفت. ليه يعني؟ هيفيده بايه؟ العبه حاجه بسيطه يعني عشان يبطل الادمان بتاعه. ايه رايك مثلا العبه سوليتير؟ ايوه عشان تهديه. هو عم رمزي ماله يا بابا؟ عم رمزي يا حبيبتي بقى مدمن يعني، هو عيان دلوقتي لانه هو قعد يلعب كتير جدا على الكمبيوتر. لازم تاخدي بالك. ازاي يعني؟ طب ما انا هو بقعد على الكمبيوتر كتير قوي وما حصلليش حاجه. لا يا حبيبتي، انت ما زلتي دلوقتي في مرحله التعاطي، ان شاء الله هتخش على الادمان ومش هنعرف ننقذك. يا دولا ارجوك يا دولا، بس وضعي بتاكلني يا دولا وعينيا طلعت من راسي. يا ماما انا مش قادره اشوف المنظر ده خالص، انا كل جسمي مقشعراتي. بقى رمز العاقل الراسي اللي لا بيشرب لا شاي ولا سجاره يحصل له كده؟ لا ده الواحد يخاف على عياله. ايه يا ماما، انت محسساني ان هو كان الطالب المثالي، هو كان زفت بقى زفتين. يا جماعه وسعوا لي بقى. لحظه، ده راجل مريض نفسيا، وده موجود في علم النفس وليه كتب ومكتوب عنه حاجات وليه ادويه وليه علاج. انا بقى هعالجه والعلاج هيجي بالتدريج. علاج رمزي عندنا يا جماعه، انا هعالجه بالاعشاب. طب ما يمكن عنده احساس بالفراغ والفشل فحب يزود انتصاراته في مكان اخر. انتصارات ايه بس اللي انت بتقولي عليها؟ ولا انتصارات ولا حاجه، ده كان بيتغلب وبيتقطع من الواد الصغير قد كده اسمه ميدو. ومع ذلك يا ستي زي ما قلت لكم، انا اللي هعالجه. دولا كنت على مهلك حبيبي. يا ابني دي لازم لها كمبيوتر نحطها فيه، ما ينفعش انت تستعملها لوحدها كده. اي حاجه يا دولا، اي حاجه، انا دماغها هتتفرتك يا دولا. خلاص انا جبت لك الجهاز اهو، ونبتدي بقى مراحل العلاج واحده واحده كده مع بعضينا. طب ماشي يا دولا، حط الفيشه بقى بسرعه.
ولا ما تلحسهاش يلا يخرب بيتك. ولا ولا دولا بسرعه بقى بسرعه دولا بقى. اول حاجه بقى ابتدي لك العلاج ده على 3 مراحل. ازاي دولا يعني؟ يعني المرحله الاولانيه الجهاز كله على بعضه، يعني عندك الشاشه وعندك الكيسه وعندك الماوس والكيبورد. ماشي دولا، بس ستارتر مان الستارتر ده اساسا بتاع اللمبه نيون يا غبي. ماشي تاني مرحله بقى افهم. تاني مرحله هشيل لك الماوس يا معلم، هيبقى من غير ماوس. ماشي يا دولا، انا عايز درعايات، اصلا الماوس ده بيزفلت من ايدي يا دولا. يا دي انت بتلعب بصابونه ياض. تالت حاجه بقى يا سيدي هشيل لك الشاشه وتلعب بالكيبورد من غير شاشه. يا دولا بس انا كده بقى مش هشوفهم وهم بيموتوني وانا بنزف. ما ساعتها بقى هيكون اعراض المرض ابتدت تطلع من جسمك، يلا هتبتدي تحس انك انت عرقان وانك انت متوتر وبترتعش وكانك متلج، فهجيب لك انا بقى بطانيه وام كلفتك في البطانيه دي جامد جدا تعرق فيها بقى براحتك، واخد بالك تصحى الصبح تبقى زي الفل ان شاء الله. ماشي يا دولا ماشي، بس بسرعه بقى يا دولا بقى، لان ابتدي بقى دلوقتي المرحله الاولانيه. الاولانيه امال يالا بتلعبها ازاي يالا؟ حاضر يا رمز، حاضر يا ابني. حط الفيشه بسرعه، حط الفيشه. قلت لك حاضر. يا رب يا رب يا رب، كان مكتوب لنا في انهي سايبر يا رب. يا رب استرها من فضلك يا رب، معايا استرها. انا خايفه على عمك الرمز قوي قوي قوي. انا مش خايفه غير من فاتي عادل، هيضيع الواد. عادل عادل في امل يا عادل؟ ها في امل؟ طمنا عادل. ان شاء الله ان شاء الله خير، لو فات 24 ساعه من غير ما يحتاج يقعد على الكمبيوتر يبقى عدينا مرحله الخطر. خلاص ما يخرجش من البيت. هل كتبت له في روشته ما يخرجش من البيت 3 مرات بعد الاكل؟ يا عادل انت متاكد ان اللي انت بتعمله دهون سليم ومش علمي؟ لا 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 لا، علمي تماما، بس انا بقى هشغل معاه الادبي، هفرجه على الادب بقى يا هانم، عشان الحيوان ده ما يفكرش بعد كده يمد ايده ويسرقني ابدا. يا عادل الفلوس تتعوض، لكن رمزي، رمزي اللي شايله. شايلني وهبدني على الارض يا ماما. هو ممكن انكر رمزي يرجع زي زمان؟ يا ريت ما يرجعش زي زمان، يا ريت. رانيا انت جاهزه؟ البلطو جاهز؟ يلا بينا يلا بينا، وانتوا خشوا ناموا، ما تقلقوش على رمزي خالص، ما تقلقوش. هاتي. سبايدر باد اهي معايا، تعالى. علشان انا؟ عشاني يعني التيه قبل غبي. تعالى يا رمزي تعالى، البس بدلة سبايدر باد وفي سايبر كبير كل اجهزته عشانك يا رمزي. يعني انا هروح السايبر وعماد بيقول مش هيضربني؟ كلنا بنحبك، تعالى يا عريس تعالى البس. انت جالك الفيروس في رجلك يا رمزي، تعالى البس يا عريس وتروح السايبر وتغلب بودي وتغلب بيدو وتغلبهم كلهم يا عريس، ربع ايدك عشان تبقى مؤدب، تعالى يا رمزي. لا لا عم تقولي عم تقولي يا غبي بتبوني، امشي تعالى. ما تقول ايه؟ ناب يا ربزي ناب يا ابني. رانيا حضري لي بقى انت الفطار على ما اروح اطمن على رمزي. بس انا خايفه منه قوي يا عادل. ما تخافيش يا حبيبتي، انا ربطت ورابطه بتاعت فريد شوقي لما كان بيقول يا عدوي، ده بقى قال يا عدوي وما قالش يا عدوي مش هيعرف يفك الرابطه يا ماما. رمزي ولا ايه ده؟ الواد رجع لاصله بقى جزمه تاني.
وانا اللي قلت خلاص ابتدينا نعالجوها، ابتدى يخفوا، هيرجع تاني زي ما كان غبي. بس ايه اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ ده رمزي هرب، رمزي هرب يا عادل. بس هجيبه، يعني هجيبه. يا نهار ابيض، يكون عامل حاجه في ياسمين. ايه ياسمين او سناء؟ لا سناء مش اشكال، مش اشكال. يا مامي يا ياسمين يا نجلاء يا كلكم. ايه 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 بقى؟ رمزي هرب. هرب يا لهول المفاجاتي، يا لهول المفاجاتي، يكون سرق الكشمجية بتاعتي اللي فيها الصيغة النادراتي بتاعت قناني. ايه مفاجاتي وشكمجيتي يا حماتي؟ شكمجيتي ده هو حلق واحد اللي عندك وفردته ضايعة. عادل لحسن يمشي ماشي بطال. هيمشي ماشي بطال هيعمل ايه يعني يا ماما؟ هيروح يرقص في شارع الهرم؟ ده ما يعرفش يروحه اصلا. مسكين يا رمزي، زمانه قاعد بيشحت على باب اي سايبر. دلوقتي انا بحب انكل رمزي قوي، اكتر من القطر اللعبة بتاعي. الله عليك يا ياسمين، شفتوا التشبيه؟ يعني ايه بتحبه اكتر من القطر؟ تشبيه بليغ، هتطلعي البابا شاعره. اتبط بقى اتبط، بهدلت الواد اكتر ما هو متبهدل. حرام عليك يا عادل، ده عنده ازمه، ازمه الرجوع للطفوله. هو اساسا ما خرجش من الطفوله عشان يرجع لها. الواد ما عاش طفولته يا عادل، طلع على شغل شغل شغل، فجاه لقى عيال وجيمز وكمبيوتر. كان لازم تحصل له ازمه ويدمن الحاجه دي ويفضل قاعد جنبها على طول. فتش في الماضي يا عادل. انا لو فتشته ممكن الاقي الخمسه جنيه وساعتها بقى مش هسيبه. ركز يا عادل، الماضي الماضي، فتش فيه وعالجه. المهم يرجع. يا ترى هو فين؟ انا عارف ممكن الاقيه فين. هو مدبولي هارد، ومش هسيبك يا مدبولي. بوبو انت بتغرق، فكيت الحبل ازاي يالا؟ زي ما سبايدر مان لما فك خيوط العنكبوت من على نفسه. واخد العنكبوت قدوه ليك يا معفن، يا معفن بعد كده الاقيك ماشي على السقف. ما تهدى ما تهدى يا عادل، اهدى. ماشي اديني هديت اهو. حاضر. خليك معايا. رمزي انت بتروح السايبر عشان تلعب؟ لا، علشان اقابل ميدو ومودي وبيبو صحابي. طب انت مش ملاحظ ان هم اصغر منك بكتير؟ بس احنا تفكيرنا متقارب، وهم بيحبوني وانا بيحبهم اول نقطة. تفكير يا ابو تفكير، بيضحكوا عليك وبياخدوا منك فلوس يا اهبل. الراجل ده وحش، الراجل ده وحش. رمزي انت عارف ان احنا كلنا بنحبك يا رمزي. ايه كلنا دي؟ اتكلمي عن نفسك بس. فين خمسة جنيه يلا؟ فين خمسة جنيه؟ طب وحيات ياسمين، وحيات ياسمين عندك، انت مش بتحب رمزي؟ مش قوي. يعني بتحبه؟ بيعمل غلطات كتير طول الوقت. بس والله هيبقى كويس وهيبقى زي الفل وهيسمع الكلام. صح يا رمزي؟ صح يا ماما. ماما ده تكمو يا واطي يا مغفل. سناء عشان نفسيته يا سناء. الست دي وحشه على فكره، الست دي وحشه. انتوا وحشين. انت كويس يا عم رمزي؟ انا الحمد لله يا ياسمين كويس الحمد لله. اصلا انا كنت قلقانه عليك قوي قوي قوي. حبيبتي يا حبيبتي، تعالي يا ياسمين يا حبيبتي. شفت شفت يا زفت، كلنا بنحبك ونموت فيك. ازاي يا ابني يا ابني؟ الكمبيوتر ده ليه استعمالات كتير قوي قوي غير الجيمز. ايوه، في وورد واكسل ممكن تكتب عليه من غير قلم. القلم ده بقى هو اللي هينزل على خلقتك دلوقتي. بابا خلاص يا عم رمزي، انا هعلمك. ايه ده، انت يا زغنطوطه يا كلبوزه تعلمي رمزي؟ رمزي؟ ايوه اعلم رمزي واعلم عشرة زيك. ايه ده، الست دي وحشة على فكرة. ياسمين يا حبيبتي، انكل رمزي خلاص خف وبقى كويس، ومن بكرة هيلعب جيمز مرة واحدة بس في الأسبوع. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللي مرة واحدة في الأسبوع؟ وانت بتدفعي لي حاجة من جيبك أصلا؟ يا فاصلي يا إما رانيا. الست دي وحشة على فكرة. بص يا رمزي، أنا ممكن أعلمك إزاي تدخل على النت، وياسمين هتعلمك وورد وإكسل، وكل يوم جمعة يا سيدي نقعد إحنا التلاتة مع بعض ونلعب جيمز. قشطة؟ قشطة يا نوجة. دولا دولا تيجي تلعب معانا بقى كل مره. العب معاكم يا ريت. دول بقى ماشي، انا مش بتاع بقى. بص ابعد عني ابعد عني ابعد عني. شفت قلتها كم مره؟ ثلاثه. عرفت تعد؟ ماشي الناس دي وحشه. نو صحيح انتوا كنتوا بتقولوا لي احنا بنحبك كلنا باين. ايوه بنحبك زي ما بنحب القرد اللي في جنينه الحيوانات. طب ما تجيبي موزه. اوعى موزه. نقنق. طب ايه رايك يا ستي تبقوا تجيبوا الفصل بتاعكم وتيجوا تزوروني؟ اوعى.